السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في مراجعة جديدة على منهج الدراسات الاجتماعية. إحنا النهاردة عاملين نموذج اختبار لشكل نموذج الاختبار بتاع آخر السنة اللي إن شاء الله أنتوا هتشوفوه لما تدخلوا الامتحان بإذن الله. فهنبدأ، عندي مجموعة من الأسئلة، تعالوا بينا كده ناخدها مع بعض. السؤال الأول عبارة عن مجموعة من الأسئلة صح وغلط، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. طيب تعالوا كده نبدأ. أول واحد، المسار الذي تسلكه الكواكب في دورانها حول الشمس يكون شكله دائري. طبعا تعالوا كده نفكر، احنا قلنا يا شباب ان الكواكب دايما بتدور حول الشمس، ولكن المدار بتاعها بيكون مدار بيضاوي وبتلف حول الشمس الارض من الغرب الى الشرق. فاذا العبارة الاولى دي هنحط عليها علامة خطأ. العبارة الثانية بتقول تدور الارض حول الشمس مرة كل 365 وربع يوم. طيب كده تعالوا نفتكر، احنا قلنا ان الارض بتاعتنا ليها دورتين. الدورة الأولى بتكون حول نفسها، ودي بتكون كل يوم، والدورة الثانية يا شباب بتكون حول الشمس، ودي 365 وربع يوم، ودي بينتج عنها ظاهرة فصول السنة الأربعة. يبقى إذن العبارة دي هنحط عليها علامة صح. دوائر العرض غير متساوية في الحجم وأكبرها دائرة الاستواء. تعالوا كده نفتكر مع بعض يعني إيه دوائر عرض. هي دوائر وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية. الدوائر دي كان عددها كلها على بعض 180 دائرة، وقلنا إن الدوائر دي غير متساوية في الحجم، فالعبارة دي تعتبر صح لأنها غير متساوية في الحجم وأكبرها دائرة الاستواء، وبتفضل الدوائر دي تصغر لحد ما نصل لنقطة القطب الشمالي والقطب الجنوبي. يبقى العبارة دي صح. الحاجة التانية، تعتدل درجات الحرارة في نصفي الكرة الأرضية في فصلي الشتاء والخريف. طيب تعالوا كده نفتكر فصول السنة الأربعة. احنا قلنا يا شباب ان في 21 يونيو ده بداية فصل الصيف الشمالي، 23 سبتمبر ده بداية فصل الخريف الشمالي، 21 ديسمبر ده فصل الشتاء الشمالي، و 21 مارس ده الربيع الشمالي، وطبعا العكس بيبقى في نصف الكرة الأرضية. طب لما هو يقول لي ان تعتدل درجات الحرارة في نصفي الكرة الأرضية في فصل الشتاء والخريف، لا، هي عمر ما درجات الحرارة بتعتدل في فصل الشتاء، هي درجات الحرارة بتعتدل في فصل الربيع وفصل الخريف. يبقى العبارة دي غلط لأن درجات الحرارة بتعتدل في فصلي الربيع والخريف. طيب تعالوا كده ناخد مع بعض، يشغل اليابس مساحة أكبر من الماء على سطح الأرض. طب تعالوا كده نفتكر، احنا قلنا يا شباب لما جينا نتكلم عن كوكب الأرض سميناه في البداية الكوكب الماء، لأن نسبة المية على سطحه 70.7%، واليابس 29.3%. يبقى إذن ما ينفعش يكون اليابس مساحته أكتر، لا، ده المية هي اللي مساحتها أكتر من اليابس، فالعبارة دي خطأ. اللي بعديها بيقول لي تقع هضبة أثيوبيا في قارة إفريقيا. إحنا قلنا أن هضبة أثيوبيا دي من الهضاب التي تكونت نتيجة البراكين، فبالتالي يا شباب هضبة أثيوبيا دي فعلا من الهضاب اللي تكونت نتيجة البراكين، وهي تقع في قارة إفريقيا، فالعبارة صحيحة. تعالوا نشوف مع بعض السؤال التاني. السؤال التاني ده بيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة. الأسئلة دي بتكون عندي يا إما في صورة أسئلة بما تفسر أو من نتائج. النهاردة اللي احنا بناخده مع بعض سؤال بيقول لي ما العلاقة بين؟ ما العلاقة بين؟ جايب لي عبارة وحطت لي فيها حاجتين، والمفروض ان في علاقة ما بين الحاجتين اللي مكتوبين. تعالوا نشوف كده. أول حاجة بيقول لي أن القطر الاستوائي وشكل الأرض. احنا قلنا قبل كده ان القطر الاستوائي بتاعي ده أطول من القطر القطبي ب 27 ميل، فطبعا نتيجة ان القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي ده خلى الأرض بتاعتي غير كاملة الاستدارة. يبقى إذن في علاقة ما بين القطر الاستوائي وما بين شكل الأرض. أيوة في علاقة. العلاقة ان كل لما القطر ده كبر أصبحت الأرض غير كاملة الاستدارة، يعني منبعجة عند الاستواء ومفلطحة عند القطبين. طيب تعالوا ناخد دوائر العرض والمناخ. دوائر العرض والمناخ، احنا خدنا ان دوائر العرض دي ليها فوائد كتيرة جدا. من ضمن الفوائد دي ان هي بتقسم العالم لمناطق حرارية.
هو هنا كاتب لي حاجة تانية، بيقول لي أنا عايز العلاقة ما بين دوائر العرض والمناخ. دوائر العرض دي بتساعد في إن إحنا نعرف عن طريقها أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والمطر. يبقى أنا كتبت الجزء إن هو في علاقة ما بين دوائر العرض وما بين المناخ، قال لي آه، لأنها دوائر العرض بتساعد في معرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والمطر وتقسيم العالم لمناطق حرارية طيب الحاجة اللي بعد كده بيقول لي ما المقصود. السؤال ده بيجي في الامتحان يا إما عبارة وانت تحط الكلمة من عندك، يا إما تيجي في صورة ما المقصود بكل من. فأنا طالب عندي هنا في العبارة بيقول لي ما المقصود بكل من واحد المجرة والجزيرة. المجرة دي عبارة عن تجمعات من النجوم مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام. يبقى المجرة عبارة عن تجمعات من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. الحاجة التانية الجزيرة. الجزيرة دي مساحة صغيرة من اليابس يحيط بها المياه من جميع الجهات. ده تعريف المجرة وتعريف الجزيرة. طيب تعالوا ناخد بقية الأسئلة. السؤال التاني، السؤال التاني ده عبارة عن مجموعة من الاختيارات. تعالوا كده نشوف ايه هي الاختيارات مع بعض. تنشأ السدم نتيجة انفجار. طبعا احنا قلنا ان السدم دي بتتكون نتيجة انفجار النجوم، تمام. الحاجة اللي بعد كده الكوكب الذي يعرف بالكوكب الأحمر. احنا خدنا في اول درس عن الكواكب ان كل كوكب بيبقى ليه مجموعة، يعني في كواكب بيطلق عليها اسماء، منهم مثلا ان في كوكب بيطلق عليه الكوكب الأحمر اللي هو زي كوكب المريخ، وده لارتفاع نسبة اكسيد الحديد في تربته. طيب في 21 ديسمبر، في 21 ديسمبر تتعامد الشمس على، تعالوا كده نفتكر مع بعض، احنا قلنا ان الشمس في 23 سبتمبر و 21 مارس بتتعامد على الاستواء. طيب جميل، وفي 21 يونيو بتتعامد على مدار السرطان. طيب تعالوا بقى احنا عايزين نعرف في 21 ديسمبر بتتعامد الشمس على مدار الجدي، ونتيجة هذا التعامد بيبقى في عندي درجة الحرارة منخفضة في نصف الكرة الشمالي، فبيبقى في عندي في نصف الكرة الشمالي شتاء ونصف الكرة الجنوبي بيبقى عليه صيف. طيب الحاجة اللي بعد كده بيقول لي القارة الوحيدة التي يمر بها مدار الجدي ومدار السرطان ودائرة الاستواء. نفتكر مع بعض بقى خريطة العالم ونفتكر القارة اللي بيمر بيها الثلاث مدارات دول، السرطان والاستواء والجدي، ده بيتكلم عن قارة افريقيا. قارة افريقيا هي القارة اللي بيمر بيها الثلاث دوائر دول. يعتبر بحر نقط من البحار الخارجية. احنا قلنا البحار كذا نوع، تعالوا كده نفتكرهم مع بعض. احنا قلنا ان البحار ممكن تكون عندنا بحار داخلية مغلقة زي بحر قزوين لا يتصل بأي محيط او بحر، او ممكن يكون بحر داخلي بس مفتوح وده بيتصل بالمحيط اللي جنبه بفتحة ضيقة تسمى المضايق، وده زي البحر المتوسط والبحر الاحمر. طيب ممكن يكون بحر خارجي. ايه بقى البحر الخارجي ده؟ البحر الخارجي ده ان يكون البحر ده ذو فتحة واسعة بيتصل بالمحيط بفتحة واسعة. مثال للبحر اللي بيتصل بالمحيط بفتحة واسعة قال لي زي بحر الصين. بحر الصين هو من البحار الخارجية اللي بتتصل بالمحيطات بفتحة واسعة. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعديه، بيقول لي أرض مستوية أو شبه مستوية السطح. تمام لازم أكمل بقية الجملة. لا يرتفع مستواها عن 500 متر من سطح الأرض. لا يرتفع، هي دي اللي بإيه؟ عمر ما الارتفاع بتاعها يزيد عن 500. طيب جميل، إيه اللي أنا هختاره من ضمن الاختيارات؟ في عندي السهول، الهضاب، التلال، الأودية. طيب التلال والأودية ما ينفعوش، يبقى أنا كده الاختيار ما بين السهول والهضاب. طب يا ترى إيه اللي هيخليني أختار يا السهل يا الهضبة؟ تعالوا كده نفكر تاني ونبص للسؤال. بيقول لي أرض مستوية أو شبه مستوية لا يرتفع مستواها، مستواها مش بيزيد عن 500. طيب يبقى أنا كده بتكلم عن السهول،
لكن لما تكون أرض مستوية أو شبه مستوية وترتفع أو تزيد عن 500، يعني قال لي تزيد عن 500 متر بدايتها من 500 وطالع، يبقى أنا كده بتكلم عن الهضاب. لكن يقول لي لا يرتفع مستواها عن 500، يبقى أنا كده بتكلم عن السهول. طيب تعالوا ناخد الأسئلة، نكمل مع بعض بقية الأسئلة بتاعت الجغرافيا. الأسئلة اللي قدامي هي الصفحة الثانية، بناخد فيها مع بعض بقية الأسئلة بتاعت الجغرافيا. تعالوا نبدأ أول حاجة يا شباب مع بعض، هنتكلم عن سؤال أيد بالأدلة الجغرافية صحة ما يلي. بيقول لي أول حاجة الشمس مصدر الحياة على سطح الأرض. قال لي آه، الشمس هي فعلا مصدر الحياة، لأن هي اللي بتمدنا بالضوء والحرارة، وإحنا من غير الضوء والحرارة دول ما يبقاش في حياة على سطح الأرض. يبقى إذن الحياة هي الشمس مصدر الحياة، الدليل بتاعي لأن هي اللي بتمدنا بالضوء وبالحرارة، ومن غير الضوء والحرارة إحنا كده ما يبقاش في حياة على سطح الأرض. طيب الحاجة التانية البراكين. البراكين من عوامل تشكيل سطح الأرض. إحنا قلنا قبل كده إن البراكين دي من العوامل اللي بتشكل سطح الأرض، وإن الخروج المواد المنصهرة من على سطح الأرض لما بتتجمد بتؤدي إلى تشكيل سطح الأرض. فبيتكون عندي بعض الظاهرات زي الجزر البركانية زي جزيرة هاواي، أو بيتكون عندي جبال مخروطية زي جبل كينيا وده موجود في إفريقيا، أو هضاب بركانية زي هضبة اليمن وتلال زي تلال أبو زعبل في مصر. يبقى إذن البراكين بتشكل سطح الأرض، كل الظاهرات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اتشكلت بسبب البراكين، يعني بدون البراكين ما كانتش الظاهرات دي هتكون موجودة. طيب سؤال بيقول لي ما مقترحاتك للحفاظ على المياه؟ واحد هيقول لي ميس احنا ما خدناش الحاجات دي في المنهج. لا حبيبي، المقترحات دي انت بتقترح من وجهة نظرك ازاي تحافظ على المياه الموجودة على سطح الارض. سؤال المقترحات ده سؤال من الاسئلة المهمة اللي انت لازم تفكر فيه وتجيب اجابة تقنع المصحح. طيب انا دلوقتي المية دي من غيرها ما يبقاش في حياة، لازم احافظ على المية دي بعدم القاء المخلفات في المياه علشان تصبح نظيفة وغير ملوثة. الحاجة التانية المية دي لو انا استهلكتها كتير ممكن بعد كده ملاقيش مصادر المياه اللي قدامي دي، فاذا لازم عدم الاسراف في استخدام المياه. يبقى اذا المقترحات بتاعتي عدم القاء المخلفات في المياه وعدم الاسراف في استخدام المياه للحفاظ عليها. طيب السؤال اللي قدامي التالت، اول حاجة فيه بيتكلم عن الخريطة. تعالوا ناخد الخريطة بتاعتنا مع بعض. الخريطة اللي قدامنا دي خريطة العالم ومعمول عليها مجموعة من الأرقام، تعالوا نشوفها مع بعض. رقم واحد، الدايرة رقم واحد بيبص على الدايرة دي. طيب الدايرة دي يا شباب أقدر أحددها إزاي؟ هبص عليها كده، دي ماشية في شمال أمريكا الجنوبية، بتعدي في وسط إفريقيا، وبتعدي في الجزر اللي موجودة في أواخر أسيا. يبقى الدايرة دي هي دائرة الاستواء، دائرة الاستواء. طيب رقم اتنين المحيط. طيب رقم اتنين هو المحيط اللي هنا، والمحيط اللي يقع في شرق اسيا ده هو المحيط الهادي. طيب بعد كده رقم تلاتة، طالب مني رقم تلاتة، ودي قارة اسيا ودي اكبر قارة من قارات العالم. بعد كده رقم اربعة، الجبال اللي موجودة عندي في غرب امريكا الجنوبية اهي، دي جبال الانديز. بعد كده اخر حاجة رقم خمسة، البحر بيشاور لي هنا على البحر المتوسط. طبعا الخريطة دي من الحاجات اللي احنا بنضمن بيها درجات بسهولة يا شباب في الامتحان، فلازم نهتم بيها. طيب تعالوا ناخد السؤال رقم ب، بيقول لي بما تفسر اختلاف الوان النجوم في الفضاء. اختلاف الوان النجوم في الفضاء، احنا بنقول يا شباب ان النجوم دي بتختلف الوانها حسب درجة حرارتها، فالاقل حرارة بيكون لونها احمر، بيكون لونها احمر، والاكثر حرارة بيكون لونها ازرق. يبقى اذا النجوم بتختلف حسب درجة الحرارة، فالاقل حرارة بيكون لونها احمر والاكثر حرارة بيكون لونها ازرق. طيب الحاجة اللي بعد كده، احنا بنقول ان الارض بتدور حول الشمس، فإحنا دلوقتي وإحنا واقفين على سطحها الأرض بتدور. طب ليه إحنا مش حاسين بالدوران؟ طب أهو ده السؤال بتاعي، بيقول لي لا يشعر الإنسان بحركة الأرض أثناء الدوران بسبب حاجتين،
بسبب وجود الجاذبية وسرعة دوران الأرض المنتظمة. وجود الجاذبية والسرعة المنتظمة لدوران الأرض، الحاجتين دول هما اللي مش بيخلوني أحس بدوران الأرض. تكون الكثبان الرملية، الكثبان الرملية دي تكونت نتيجة العوامل الخارجية. إيه هي العوامل الخارجية؟ قال لي الرياح. الرياح دي عامل من العوامل اللي ساعدت في تشكيل سطح الأرض، لأن الرياح دي قامت بنحت الصخور وإرسابها، وبالتالي تكونت عندي الكثبان الرملية. طب أنا كده أبقى خلصت الجزء بتاع الجغرافيا. تعالوا ناخد ثانيا التاريخ. إحنا طبعا الورقة بتاعتنا بيبقى جزء منها تاريخ وجزء منها جغرافيا، 3 أسئلة تاريخ و3 جغرافيا. تعالوا ناخد مع بعض يا شباب الأسئلة بتاعة التاريخ. ثانيا التاريخ، صوب ما تحته خط. هو عمل لي العبارة فيها خطأ وحطت لي خط تحتي. تعالوا نقرأ كده السؤال. بيقول لي عرف المصري القديم الزراعة في العصر الحجري القديم. طبعا هو مش في العصر الحجري القديم، هو عرف الزراعة في العصر الحجري الحديث. الحجري الحديث. طيب الحاجة اللي بعد كده، بنى النمحات الأول قلعتي سمنة وقمنة. تعالوا كده نفتكر مع بعض مين اللي بنى قلعتين سمنة وقمنة. هو الملك سنوسرت الثالث. هو الملك سنوسرت الثالث بعد ما بنى قناة سيزوستريس قام ببناء قلعتي سمنة وقمنة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد. قاد أمراء منف حركة الكفاح المسلح ضد الهكسوس. طبعا هو مش منف، هما أمراء طيبة هما اللي هيقودوا الكفاح المسلح ضد الهكسوس. اكتشفت مقبرة إخناتون سنة 1922. السنة دي اكتشفت فيها مقبرة توت عنخ أمون. توت عنخ أمون. طيب جمع الوزير في يده جميع السلطات الدينية والدنيوية. السلطات الدينية والدنيوية دي كانت في يد الفرعون. الفرعون هو اللي في ايده كل السلطات الدينية والدنيوية. تعد الصناعات الجلدية أقدم الصناعات في مصر القديمة. احنا قلنا قبل كده لما خدنا درس الحالة الاقتصادية ان أقدم صناعة عرفها المصري القديم هي الصناعات الحجرية. هي أقدم الصناعات التي عرفها المصري القديم. طيب تعالوا نكمل مع بعض بقية مراجعة التاريخ. السؤال اللي بعد كده، بقية السؤال الرابع دوت، بيتكلم عن ما النتائج المترتبة على. طيب ما النتائج المترتبة على ده؟ نشوف نتيجة العبارة دي حصل ايه. احنا خدنا يا شباب ان في اواخر عصر الاسرة الرابعة ازداد نفوس كهنة الاله رع. طب يا ترى ايه اللي حصل بعد كده لما ازداد نفوسهم؟ لما ازداد نفوس كهنة الاله رع، الكهنة دول اخذوا يتدخلون في شؤون حكم البلاد. بس كده؟ قال لي لا، وقاموا بإسقاط الأسرة الرابعة، وتولى كبيرهم حكم البلاد وأسس الأسرة الخمسة اللي هو أسر كيف. طيب ده بالنسبة لأول سؤال. السؤال الثاني، ما نتائج إنشاء المصريين للأسطول الحربي؟ قال لي طب الأسطول بتاعنا اللي تم إنشاؤه ده يا شباب كان أهميته هو الدفاع عن سواحل مصر وموانيها. خلاص، وكانت أكتر معركة انتصر فيها الأسطول بتاعنا على العدو كان شعوب البحر المتوسط، لما حصل معارك ما بينهم وبين رمسيس الثالث، واستطاع رمسيس الثالث الانتصار عليهم. يبقى إذن الأسطول ده فايدته الدفاع عن سواحل مصر وموانيها، وكمان ده اشترك في عدة معارك بحرية زي معركة رمسيس الثالث ضد شعوب البحر المتوسط وانتصر عليه. غزو الفرس لمصر سنة 525. الفرس دول غزو مصر في العصر المتأخر، قضوا على الأسرة 26 واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة 30. يبقى احنا كده خدنا مع بعض سؤال ما النتائج المترتبة على. لمن تنسب؟ لمن تنسب ده برضو من الأسئلة المهمة اللي لا يخلو منها أي امتحان. فتعالوا كده نشوف مع بعض السؤال بيتكلم عن ايه. لمن تنسب الأعمال الآتية؟ غير في أسلوب العمارة للمقابر الملكية. شباب السؤال ده عايز تركيز، لان انت كده درست 30 اسرة وملوك كتير، فبالتالي لازم تركز في الاعمال. طيب احنا قلنا اول واحد عمل هرم مدرج وغير في شكل المقابر الملكية، والمصريين شافوا هرم مكون من 6 مصاطب، ده كان الملك زوسر اللي اسس الاسرة الثالثة. طيب مارس الشعب في عهده شعائر دينية بحرية لم يعهدها في العصور السابقة.
برضو تعالوا نركز مين اللي قلنا انه هو في عصره كان عصره تسامح ديني وما كانش في الوقت دوت بيجبر الشعب المصري على ان هم يمارسوا نوع معين من انواع العبادات. فقال لي ده كان الملك من كاورع. طيب أقام سد اللاهون للاستفادة منه في شؤون الري. احنا قلنا يا شباب ان من اكتر الملوك اللي اهتم بالزراعة وكان العصر بتاعه بيطلق عليه العصر الذهبي للفلاح هو الملك امنمحات السالس. امنمحات السالس هو اللي اطلق على عصره عصر الفلاح الذهبي. طيب قاد المرحلة الاولى من حرب التحرير وقتل وهو يحارب الهكسوس. ده كان سقنن رع ده هو اللي قاد الحرب الاولى قاد اول معركه ضد الهكسوس. طيب اقام اقدم امبراطوريه في التاريخ اول واحد وسع حدود دولته وخد الشام وخد النوبه وعمل دوله كبيره جدا. قال ده كان الملك تحتمس الثالث في عصر الدوله الحديثه. أسس الأسرة 26 في مصر. قال لي اللي أسس الأسرة 26 هو الملك أبسماتك الأول. طيب دلل تاريخيا. دلل تاريخيا ده يعني بيقول لك هات عبارات أو مجموعة من العبارات تكتبها تدل على إن العبارة اللي مكتوبة قدامك دي مظبوطة. تمام. الملك رمسيس الثاني. الملك ده كان ليه أعمال حربية. هو مش بيسألني عليها. هو بيقول لي ان الملك ده اهتم بإقامة أعمال عمرانية. يعني هو مش بيسأل على الجانب الحربي بتاعه. هو بيسألني على الأعمال الحربية اللي اتعملت في عصر هذا الملك. طب تعالوا كده نشوف مع بعض احنا هنقول ايه إجابة لهذا السؤال. قال لي الملك رمسيس الثالث أقام عدة أعمال حربية عدة أعمال عمرانية. أيوة لأنه قام بإنشاء عدة معابد منها معابد أبو سمبل وإتمام بهو الأعمدة في معبد الكرنك. أقام عدة مسلات أحدهما بالأقصر حاليا. يبقى ده الدليل على إن هذا الملك أقام عدة أعمال عمرانية ما زالت موجودة حتى الآن. طيب تعال نشوف السؤال الثاني. كان للمصريين ابتكارات عديدة في تنظيم الجيش. طب المصري القديم بعد ما عمل جيش قوي ابتدى كمان ان هو يقوم بعدة ابتكارات. طب تعالوا كده نشوف مع بعض ايه الابتكارات اللي هو عملها في الجيش. عمل ابتكارات في الجيش. قال لي اهم هذه الابتكارات ان هم اقاموا القلاع والحصون. قسموا الجيش لقلب وجناحين. اخترعوا حرب المفاجأة. قاموا بالالتفاف حول العدو. لبسوا ملابس قصيرة علشان تسهل لهم حرية الحركة أثناء القتال. كل دي بعد ما عمل الجيش ابتدى يعمل الابتكارات دي كلها في الجيش المصري. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي أهمية نبات البردي. انت عارف ان النبات البردي ده بيظهر في البيئة المصرية والمصري القديم كان مهتم جدا جدا بان هو يستغل هذا النبات. طب يا ترى عمل ايه؟ قال لي النبات ده أقام عليه عدة صناعات. قامت على نبات البردي عدة صناعات زي صناعة الورق، السلال، الحصير، الحبال، القوارب. يبقى ده يا شباب السؤال بتاع دلل تاريخيا. وإحنا بنقول إن السؤال ده لما يكون موجود عايزك تحط مجموعة من العبارات أو الإجابات اللي تدل على إن العبارة دي صحيحة. اهتم بالأعمال العمرانية يبقى تجيب له الأعمال العمرانية اللي هو عملها. المصري القديم عمل ابتكارات في الجيش يبقى انت تيجي تقول لي ايه هي الابتكارات اللي عملها في الجيش. تحط عبارات تدل على ان العباره اللي قدامك دي مظبوطه. طيب تعالوا ناخد الجزء اللي بعد كده بيقول لي اكتب ما تشير اليه العباره. عاصمه مصر في الوحده الاولى سنه 4242 قبل الميلاد. هو بيقصد على الوحده الاولى. الوحده الاولى دي يا شباب اللي عملها احد حكام الوجه البحري وكانت العاصمه بتاعتهم مدينه اون. وكانت العاصمة بتاعتهم مدينة أون دي كانت العاصمة بتاعتهم. طيب عصر يشمل الأسرتين الأولى والثانية. احنا قلنا ان كل مجموعة من الأسر بيطلق عليهم اسم. فمثلا عصر الدولة الأسرة الأولى والثانية ده أطلق عليه العصر العتيق. طيب مدينة اتخذها الهكسوس عاصمة لهم
العاصمة اتخذوا لهم مدينة في شرق الدلتا هي مدينة أواريس. أواريس هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مسؤولة عن التربية والثقافة. قال لي دي واللي ساعدتنا يا شباب في ان احنا ننقل معابد أبو سمبل لمكان آخر، دي كانت منظمة اليونسكو. كانت منظمة اليونسكو. طيب، مجموعة من الأنشطة البشرية التي مارسها المصري القديم عبر العصور، هو يقصد بالأنشطة البشرية اللي مارسها المصري القديم ده هنا بيتكلم عن الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية عند المصري القديم. طيب، الحاجة اللي بعد كده، ماذا يحدث إذا؟ ماذا يحدث إذا لم يعتقد المصري القديم في البعث والخلود؟ طب جميل، هو لما اعتقد في البعث والخلود عمل إيه؟ لما اعتقد في البعث والخلود حنط جثث الموتى وبنى الاهرامات والمقابر. يبقى اذا هو لو ما كانش اعتقد في البعث والخلود ما كانش هيقوم بتحنيط جثث الموتى، ولا كان هيقوم ببناء الاهرامات والمقابر الحصينه اللي احنا بنشوفها حتى الان. طيب، لم يستثمر ملوك الدوله الوسطى الموارد الطبيعيه. طبعا هم لما استثمروا الموارد دي عملوا مشروعات عظيمة جدا. يبقى إذن هم لو ما قاموش بالاستثمار لما ظهرت المشروعات الضخمة التي ساهمت في النهوض في البلاد، خلاص، مثل قناة سيزوستوريس، ولما تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة. يبقى إذن هم لما استثمروا موارد البلاد، البلاد كلها تقدمت، وسمي عصر الدولة الوسطى بالعصر الذهبي لمصر الفرعونية. يبقى إذن هم لو ما كانوش استثمروها لما ظهرت المشروعات، ولا نهضت البلاد، ولا تقدمت الزراعة والصناعة. آخر سؤال بيقول لي، ما تقييمك في ضوء ما درست لي دور حتشبسوت في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد؟ حتشبسوت دي كانت مختلفة عن ملوك عصر الدولة الحديثة، ان هي لا كانت اهتمامها بالحروب، كان كل اهتمامها بان هي البلاد تستقر وتعيش في امان. لذلك اهتمت باقامة السلام والامن والاستقرار، وكونت علاقات تجارية مع الدول المجاورة، واقامت مسلتين في معبد الكرنك. فكانت كل دورها هو الحفاظ على امن البلاد واستقرارها، وعمل مجموعة من الانجازات اللي تخدم المصريين والشعب المصري. ده كده بالنسبة للدور الملكة حتشبسوت. يبقى فعلا الست دي كانت اهتمامها كله بالأمن والاستقرار والبناء والتشييد. تعالوا كده يا شباب، احنا كده نبقى خلصنا مع بعض نموذج اختبار. ده شكل نموذج الاختبار اللي بيجي في آخر السنة، واحنا حلينا معاكم نموذج علشان تتدرب على أسئلة الامتحان وتكون عارف شكل الورقة الامتحانية عامل ازاي. وإلى اللقاء في مراجعة أخرى إن شاء الله.